موهبة عربية تسير في موكب الإشراق، فتحت جفونها في شوق واشتياق، لوحت بالمجد فخفق قلبها عشقا للإبداع في ريعان الشباب. إنه نجم برشلونة الصاعد منير الحدادي، إحدى شتلات البرصة في حقل لاماسيا، أين غذى مهاراته الكروية فأصاب هدفه بخطف الأضواء من المدرب لويس أنريكي بعدما حاز مع رديف البلوغرانا على اللقب. تغذى الحدادي من ملكة ميسي الكروية، فاستقام على قصبه أو لنقل على ساقيه التي حركها يمينا وشمالا داخل قلعة الكامب نو، معلنا عن ميلاد نجم جديد في سماء الليغا والقارة العجوز. صاحب 18 ربيعا ذو الأصول المغربية، هو من مواليد سان لورينزو بإحدى مقاطعات مدريد، وكان نادي غالاباغار بوابته للولوج إلى عالم الكرة، لينتقل بعدها إلى فريق رايو ماخادا هوندا، لكن عيناه كانت تغازل الأبيض الملكي لارتداء وشاحه، لتهب عليه رياح الغريم برشلونة وتحفظه من براثن الليغا. أنا أرى منير ضربه بيسراه الساحرة وموهبته الفذة منذ أن وطأت قدمه أرض النجومية، ما جعل أهل الكرة في الجامعة الملكية المغربية يداومون لدراسة إمكانية الظفر بخدماته، لعله يزأر بها مع أسود الأطلس في قادم الاستحقاقات، وهو الذي مثل منتخب لاروخا في مناسبات ثلاث. هو ذاك منير الحدادي، ظاهرة كروية مغربية ونسخة كربونية لميسي الظاهرة الأرجنتينية.